يزوبني غير على هذا الجواب هذا، واش شد الفلوس مشى لدارهم مشى فريمون ولا كان اختي الاخبار انت ما كتخفي عليك حتى شي حاجه. خليني نهضر الله يرحمه. والله اجبر ما تخفي عليك حتى شي حاجه، انا ما عندي حتى ما عندي حتى شي اخبار. انا من الصباح طافي طفيت التليفون نعس ما تخرجت اليوم، راك شتي يلا دخلت انا وني كنخرج راه ما كيكونش عندي رقبه. واش خليني دابا ندوي؟ يا عمر الله يرحمك. عاود لينا دابا بالتفصيل اش وقع. اخوان انا توصلنا هنا. دنيا ديري ميوت راك تهضري مع شي واحد. هاهي درت لها ميوت. وصلنا لهنا دري الباج خوروا فيها خونا مطيرها لهم التليفون والكونت اللي دعماتو باتي زوزو فيه. السيده بقى فيها الدري كيبكي فهمتي على الصيبطات هذيك 20 كا فهمتي ولا لا؟ دير كمل انا فالا كمل كمل الحوار. الدري خوره في الكونت دا الكونت ودا الباج وكيقول لي لا لا هكذا قال لي هالبا شي لعيبه في الكونت كذا وهذيك ال 100 اورو كنت هنا فاش وصلنا كنهضر مع امو كنبغي نصيفطوها لامو طيرها طير له الكونت طير له الباج ولد الحرام بالحق. في الصباح في الصباح سمع كان كيعيط له في الصباح بلاتي بلاتي في الصباح بلاتي غير بلاتي في الصباح كان كيعيط له كيقول له ها هو دخل لي دافورماسيون عرفتي كيطلعوا ديك اللعيبه في الواتساب كتشوف كيدير ديك الشيء قدامك صيفط له زعما لي زانفورماسيون دخلهم ياخذ فلوس وقت وخرجهم انت صيفطهم له ولا كان هو محنسر فغيمون واقف عليهم قال لي لا خرجهم من راسو. دابا الكونت ديالو فينا هو؟ ما كاينش في التليفون هو الباج الكبير. اييه ناري هذا حرام عليه صاحبي السيد من الحق اخويا حوفي حتى هو وما فهمتش انا كيما شي كونت عادي. سمعوا سمعوا كاين كل شيء عندي في التليفون بالبروفات بسميتو بالبنكه ديالو بكل شيء وها وبين شي واحد بلا ما نبقى نسمي وحده هي اللي محرضاه واللي هي قريبه منه. هو كان عرفت كلام من كتهضر بالحق راه الصباح كان كيسب فيها قال لي ما عجبنيش هادشي اللي دارت حيت انا ما كنتش كنهضر معاه انا كنت ملوكي طلب مني المسامحه انا قال لي انا كنت فاهم غلط. واو وقبيله كيطلب فيه اباش هذا كيقول اه تمشي للدار اه تمشي كذا بالحق هو شاهد اليوم طيرتي له صباح قال لك كذا وليت كتقول له هذاك رزقي انا وانا اللي خدمت عليها. فاش خدمت عليها ولدي كيفاش رزقه خدم عليها؟ دابا هو نيبال علاش ما يقلبش داكشي ديالو بسميتو براقمو هذا ويحيد دخينه كاع يحيد اش داير ليه؟ وصافي واش كلشي عنده هو الباج بالايميل ديالو بالنمره ديالو الكونت بالنمره ديالو. ويلي 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 يا خاي مليون و 800 في الباي بال. الباي بال قال لك عندك 14 مليون في البنك الشعبي وعندها 50 مليون قال لك حاطها لك ديما في التجاري. واش هذا نيبال ولا في الصباح غتحط عنده ديما فلوسها؟ انا حطيت لك 50 مليون صيفطها لي يا خويا. $7 $7 هذيك USD هذيك USD يعني فلوس ديال الميريكان دولار. راني بالا 7 مليون والله تا واعره بالله. نعم اختي وقال لك انتم هذوك اللي في الميريكان راه تي وخديجه تي وخديجه يا لطيف الحمامه ليلى هذا كاع من جوباني هذا معنى ان الخوف خديجه دابا المشكله دابا خديجه شو خديجه ما كدير لايفات ما والو ليلى شحال هذه ما دارت اللايفات ولاش كيدخلوها مع كيدخلوها معاك انا بالا فهمتي راه ولاو محسوبين عليك يا وليدي بالا مجوج وعندو مرتو عرجه دابا انا بالا ولا انا خويا خدامه في صالون وانا بالا اللي كيسبك كيسبني انا ودي لا يلا $50 سلام قالوا لي قلتي للنزار صيفطي له 50 اورو لا ما صيفطتلوش دعمات وطاتي زوج انا ما صيفطتلوش فرانك ماشي ما قال نو 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 اش انا صيفطلو صافي راه جاتو 100 اورو واش مشى بها عند مو لا جابها عند خوه حيد له الكونت لافر هذا طير له بلاتي انا نبات ويلي ويلي هذاك غتخلي كاملين
لانه ولاو كيشوفوا غيشوفوا ان السيد بحال كتضحكي عليه واش فهمتي. كنقول لك شوف انا ما بيني وبينك حتى حاجه، ما حاقد عليك، ما كنعرفك، ما حتى حاجه، خاص بيتيني. ولكن انا بالنسبه لي نصيحه انك على الاقل تطلعي وتقولي الحقيقه. اوكي انا راه باقي ما دفعت لي ما والو، ودابا غادي ندير لازم مثلا او لا ما نقدرش، فهمتي؟ حيت ملي غادي يكون الوقت شهر شهر تقدر لي. دابا قالت ليهم كترقب مع نبيل، قالت لي دابا هما الدهن طالك يتفارس فيه ويدير على ظهره البلوزيغ ديال فلوس، وانا وزعما هي وهذاك مهضوم الفم ولا امه مخاصمين دابا هنا فين خصهم يتحدوا ووقفوا عائله، حيت هما عائله خصهم يجيو يحاربوا نيبالا غيفتارسوا. ايوا ولي ها هو غادي، ايوا ولي نيبالا راه خاصها غير الفلوس من جيبو، راه الا عيطت على ضيف دارت عندك، الا عيطت على ضيف دارت عندك الاموال الاموال نيبالا راه 100 مليون فيروز. انا حاضره لذاك الشيء كامل، هو بغى يعلمو ذاك الشيء ديال الفيسبوك وقال لي غنجي عندك وعلمني ودير ودير ودير، هو نصحو قال لي شوف دير الفيسبوك ودير، جا علمو السيد خسر الفلوس من جيبو وكلو شربو خرجو راه شي من الحمام دا ليك ساهو داك التخربيق. ايوا السهرات اللي كيسهروا ب 350 اورو اللي كتبان تشطح مع قد وليداتها. لا لا هذيك محسوباش، محسوباش الدجاج والكسكروطات هما اللي محسوبين. هي ما كتعرفش تهضر، انا نقول لها فوجها وخضرة وخسرات الهضره. نهار جات شفتي بنت نفخات وهي تبغي تضرب في نيبال، تما فين ضرب خسرات صافي. علاش انا انسان دخلني لدار وممكن يشربني فهمتي، واكله شاربه ناعسه خارجه ونقول لي بغيتي تطلع عليا قناه وما ضربش يديك. بغيت نقول واحد الحاجه، راني نزار حتى هو كيلوح في القناه ديالو، داكشي اللي يحني بالا اللي يحو حتى نزار يعني القناه ديالو مليوح في جوج قنوات تما. انا ما عجبنيش الحال نو هذيك راه غير هذيك الشيبانيه، ديك الشيبانيه دابا ملي عرفاتو راه دابا هي خلاتو عند عبدو لقاتو عند نيبالا صدمات زي مع الزيد دابا راه جالسه تعيط لي وتبكي، تعيط عليه وتبكي. ما بقى لك والو، بقى لك 20 يوم غادي للطاليان هو راه هو بحال ما اللي طلع معايا الله ستار. انا مدة تبعها تاع نيبالا. مرحبا حبيبي، كتشبه كيمي الطم يلاه بنت، مرحبا بك حبيبي. اودي لاله يلاه قلت لك حنا باغيين نتشارجو حنا راه مشهورين خلوق. انا نبارطاجي التليفون الاخر. شوف اختي انا واقيلا انت باقا ما بنتيش في السوشيال ميديا، واقيلا باقا يلاه كتبروغرامي باش تشدي هذيك الديه ديال 22 مليون اللي خسرتي منها طالون ضرب ليك واحد 12 منا ولا مع 13 17 بقات عندك 5 مليون، هي فين جيتي لصقتي في كرويطه 5 مليون ماشي 40 مليون. بدي ليا عطيني دليل بان 40 مليون ها 17 مليون دارك الطالوني يعني دارك اعادتك الهيكله، دار لها اعاقه دائمه، اعاقه دائمه في صدرك مستديمه عاد مليون 5 مليون هي اللي جيتي بها المغرب، هي فين تلاقيتي مع كروبيطا صدعتك مع نزار داوك داون شنو فين هي الفلوس اللي كتقولي انت فين هي 40 مليون قلت لها 40 مليون من جاتك واش دابا انت كتقولي بنت عائله وكذا بنت عائله وانا اختي وكذا 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 خديجه السلام عليكم خويا ديروا وجه العود ما تعاودش طلعها عندك وما تعاودش دير فيها الخير اللي طالعه كتضرب لك في الاعراض ديالك ماشي يعني. شوفي كثرت الخير للمسخه انا كل كيتها في قنيطره كنت شفت على ما يعني شفت في العهد ديالي اختي الله يهديك انا كل كيتها في قنيطره كنت شفت على ما برجليا بحال كتشتغل شي بطانيه على السفريه انا السفريه ديال ريوسنا حنا ما عندنا اعراض هو اعراض حنا ما عندنا اعراض عندنا الاعراض زائدنا ناقص حيت هي ما عندهم الاعراض خليها دعير هابيل هابيل باش نديرش عليها اختي حنا ما عندناش الاعراض عرفتي كيف قال لك سمعي من هادشي هاد الهضره يعني ما ندير بها ديالها كتدخل ليا من هنا ما كتدخل ليا من هنا حنا بغينا هاد السيد دير معلم شنو هو المزيد ما درتيش النسخه الاخرى شنو هو المزيد صيفطات فوكال لمو سمعتيه مات كلشي غير كندير هادشي مو فهمتي مزيانه ونزيدك لالا ولا لا ونحيدوا الباسبور ولا كارت مزيانه هادي عندي انا ورا البوليس جايين
أيدي هذه هي وين جايين نحن فيروز اللي راهم جايين فيروز انا اختي شاهد انا اختي شاهد هما هادو هما هادو تلقاو مع العار وي ما عرفتش مالك واش جايين من وادزم ولا منين دابا جايين هما هادين من عند الحاج هادو بالزربه كيمشيو هادو راكم شي باقي شاعل تلقاو مع الله يحفظك ولكن ما تنساش تمشي تعد ولا سرق لي الاولويس عارفه هي اللي كتشري له الاكس تاع ياه شنو غيب راه خاصو لي فيش دو باي وخاصو في كونطرا دو طرافاي سي دي في وخاصو يكون سوبر شركة او خاصو يخدم وي حيت غادي زيارة ماشي جروب مون فاميليا فهمتي الحمار خاصو لاكاس حلف وكتقول لهم الا ما ديتوش دفلوا عليا وديروا لي وتركوا لي دابا ديري معايا دي هاي 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 سيمو انا كنت حداها الى الدات الى الدات حديتي انا قلتي 5 مليون ليا و5 مليون للنيبال لا هذه انا تحدى واش اختك في القنصليه هي ميلوني دوي شنو دويا خوك هو سميت بو بيرلوسكوني اللي مات برحمه قولي لي بغيت نفهم كادر مش ماخذوش الفيزا هذا العام كادر كيمشيو فاكونس كل عام وهذا العام ترفضات لهم هاد ميلوني جمعت كلشي حبست كلشي شي شوليش 15 جاي بالحد 13 جاي بالجمعة هي هي غنشوفو معنات انا واش 13 ولا 15 خلي 10 على اظن نيبال كانت عندي انا الغونديفو خلي 10 عندي 13 ولا معنات 15 لا داير مع ليلى 10 ليلى قالت ما كنا جايبين تحقيق 10 دار معانا في شهر 10 شحال ما دارش معايا لادات قال لي شهر 10 اللي هي لادات كتقول فيها عندها فيه داك ومسكين دوي ما عرفتش ليلى اختي دري العام مهم قال لي الخيل واقفه 5 مليون ديالي 5 مليون ديالك انا بالي ديالي خليها عندك واخا